يا ولد الزايد يا محمد البيض غنى لك بتصويت مشاهدينا ومتابعونا الأعزاء تواصلوا معكم من جديد مع هذه الانطلاقات وشوطنا المخصص هو 27 ضمن أشواط اللقاية لهذه الفترة الصباحية مع القعدان المحليات الأصائل والخمسة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا التحدي فأتمنى التوفيق فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين أتابع البداية وأرصد المركز الأول لأرى وأتابع التقدم من قبل راهي الواصل على أول المراكز مبارك بن نصيب بالويع العامري يدفع براهي ليأتي مع المقدمة وديع يأتي ثانيا سعيد بصغير بن حمود الجنيبي يتقدم مع وديع على ثاني المراكز لكن شوفوا التدخل شوفوا الوصول شوفوا القدوم وصل الغيلاني ليدفع بحفلان مع ثاني المراكز صبيح بن سالم بن نعوف الغيلاني وثالثا أتابع هناك من الجهة الأخرى وصل حاضر بأمر عاجل ليتقدم مع ثاني المراكز سهيل بن حمد بن يطبع العامري ورابعا مبعد وهو بشعار معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي أما خامسا أشوف الوصول من قبل الجنيبي مع وديع سعيد بصغير بن حمود الجنيبي وسادسا من تقدم ووصل غياض راشد بن خادم بن راشد المهيري وسابعا أشوف الواصل أشوف القادم هملول مطر بن سعيد المرير الكتبي واصل وحاضر بهذه اللحظات أما سابعا أو ثامنا من تقدم أيضا دلهام مبارك بن سويد بن قران المنصوري وتاسعا الظاهري قادم ليدفع بشاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري هو عاشر المراكز هو ختام جولتنا الأولى لأرى وأتابع الغزال محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري هكذا هي النتيجة ونداؤنا الأول يا ملاك ويا مضمرين للعشرة المراكز تجولنا ما بينها لنذيعها عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام لأعود من جديد أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة مع انتصاف المسافة في هذه اللحظات هملول يأتي ويغير يتقدم القعدان ويأتي مع صدارتي هذا التحدي مطر بن سعيد المرير الكتبي يتقدم مع هملول على أول المراكز لكن وديع مع الجنيبي واصل وقادم مع ثاني المراكز سعيد بصغير بن حمود الجنيبي وتحرك حفلان ليتقدم الغيلاني هناك من الجهة اليمنى ويبدأ بالتسلل على متن حفلان صبيح بن سالم بن نعوف صبيح بن سالم بن العوف الغيلاني ورابعا وصل شاهين ليتقدم الظاهري سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري أما خامس القادمين خامس الواصلين هو الغزال محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري الكوكب خماسية وأشوف أيضا وصل هناك
وصل حاضر سهيل بن حمد بن يطبع العامري وتسلل ايضا مبعد معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي وتحرك راهي مبارك بن نصيب اللويع العامري وانطلق ايضا مسكت الدحبة بن محمد بن محنى العامري اول ندى لهذا الشعار ضمن هذا التحدي الدرع واصل مع بلوتية ليدفع به سعيد بن سالم بلوتية العامري هكذا هي النتيجة هكذا هي الأمور حتى هذه اللحظات ضمن هذا التحدي لكن أعود إلى المركز الأول إلى شاهين إلى الظهري إلى أبو علي من يتصدر المسيرة في هذه اللحظات واقترابنا من لوحة الإعلان الكيلو الأخير الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين تحركت الأسماء وصلت الشعارات شاهين مع المقدمة سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري يتصدر المسيرة حتى هذه اللحظات لكن حذاري حذاري من وديع سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي وصل والقعدان قادمة من الخلف لكن شاهين والعصافير الطان بدأ يباعد فارق في هذه اللحظات وايضا الحاضر الدرع مع بلوتية واصل في هذه اللحظات والاكتبي قادم مع هملول لكن شاهين يا شاهين مع جولة التعليمات النهائية 400 متر يا ملاك ويا مضمرين روح شاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري اغلع مع الانتصار مع الابداع مع التألق مع التميز مع الامتاع بسم الله وما شاء الله اهالي العين دار الزين مع الظاهري روحوا بالانتصار سلام سلام تحية واحترام محملة مع شاهين والى شعار السيد سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري ثانيا وديع سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي وثالثا كان مختار محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي ورابعا من تقدم ووصل هملول حمد بن سعيد بن زفنة العذاري أما خامسا خامسا كان هملول مطر بن سعيد المريرة الاكتبي إذا تهانينا والناموس إلى راعي شاهين سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري من صبح على أهالي العين بهذا الناموس والانتصار مع ذلك العرض الرائع والجميل ليأتي بالصدارة ويذهب بالانتصار بتوقيت وقدره ننتظر معكم لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معللا فوزه وتتويجه بطلا لهذا التحدي بشعار سلطان بن علي بن عمر بن هلال الظاهري من ذهب بالناموس والانتصار بتوقيت وغدره 7:40 وفاء وتماما وكمالا اما ثانية المراكز كان وديع سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي اتى بتوقيت وغدره 7:41 ثمانية اجزاء من الثواني ثالث المراكز كان مختار محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي اتى بتوقيت وغدره 7:42 ثمانية اجزاء من الثواني تهانينا والناموس لجميع الفائزين